تجربة ديال الكليب في العريش؟ نحن تجربة الكليب اللي دوزت واحد السنوات طويلة تقريبا من 2011 باش ندير التجربة ديال الفيديو كليب اللي وصلت لحد الآن واحد 25 فيديو كليب وسبعين شي كنطمحوا ان شاء الله نزيدوا نديروا أكثر. نعم، وبالنسبة للتعامل الإنتاج الفني شكون اللي كيساعدك من ناحية الإنتاج برودكسيون؟ من ناحية الإنتاج الفني والموسيقي راسنا عندنا إيكيب كنخدم مع ميوني وعبد الحفيظ حالي. حنا إيكيب بينا عندنا استوديو ديالنا عندنا لي ماتريال ديالنا يعني ما كنحتاجوش شي واحد ولا كنتسناو شي واحد أنا وعدنا من شي حاجة ولا غنبقاو نتسناو شي واحد باش يعطينا شي حاجة باش نخدمو داكشي صافي كنخدمو داكشي راسنا ونطلع النيفو راسنا. نعم، وبالنسبة لأنتم كتنتجوا كذلك كتساعدوا المخرجين الشباب المنتجين أو الفنانين الشباب اللي كيغنوا في إنتاج أخرين يعني تقوموا لا في التأليف ولا التوزيع ولا كذلك كنحاولوا الإخراج في الاستوديو ديالنا نفتحوا كاع الشباب كيجيو عندنا كيصوروا شي غير ديال العريش في مراكش كيلمل العيون قصر كبير طنجة تيكون كيجيو عندنا كنتجيو الأغاني ديالهم الفيديو كليبات ديالهم وكاع داكشي اللي كيبغيو ديالهم. نعرفك اسمي ديالك؟ أيوب مفني رياليزاتور من العريش. شحال هاد التجربة عندك في الإخراج؟ خمس سنين ست سنين تقريبا. يعني شنو كنقول على الإنتاج ديالك الفيديو كليب في العريش المستوى ديالو لا من ناحية التقنية لا من ناحية اختيار الكلمات؟ كذلك هاد التجربة هادي يمكن توضحها يعني في هاد العام هذا العام شوية ماشي شي بحال شي هادي يعني أجي وصور كليب أجي كاميرا سيبور وصور كليب تري دو كيخدمو شوية على التكنيك لو كيتعلموا اليوتيوب ولو كي يعني كيديروا شي حاجه ديك المستوى. نعم، وعلى مستوى التداول ديال الكليب واش يمكن لكم في المستقبل تنظموا بعض المهرجانات اللي تساهم في الاشاعه الثقافي ديال المدينه؟ نظموا ما نظموا ولكن المشكله في كل عام ما كاينش الدعم. اذا شنو كتطلبوا انتم من المسؤولين يوفروا لكم يعني باش يمكن انتم ترفعوا من المستوى ديال الانتاج وكذلك على الجوده ديال المنتوج اللي كي كنطلبوا حتى شي واحد شي حاجه يعني كنطلبوا واحد الاداء صغير اللي سمعوا هادشي وشوفوا هادشي وكنطلبوا شكرا.